نروح الى عاد هذا الجميل عاد خلاص وصلنا الرسام والفنان التشكيلي احمد المعاضيد. مساك الله بالخير احمد وحياك الله في اذاعه وتلفزيون المارينا. يا اهلا وسهلا فيكم يعطيك الصحه والعافيه يا مرحبا بكم نورتونا في قطر. الله يسلمك نوركم ومشكورين على هالحفاوه مشكورين على هالكرم على هالعطاء اللامحدود اللي اليوم ابهرتوا فيه العالم. ولما اتكلم ترى مع اي شخص استضيفه ايا كان له وجهه نظر بس اليوم شخص عينه مختلفه لانه يرسم وهو فنان تشكيلي فدائما الرسام لا عين مختلفة ويشوف الأمور بنظرة مختلفة. كيف يرى أحمد المعاضيد قطر بعد هذا العمل العظيم تتوج كل هذه الجهود في استضافة مونديال قطر 2022؟ أول شيء أنت لما تشوف قطر الحين تنبهر وتشعر بالفخر. نعم. فشعور الفخر تعرف اللي ما له نهاية، فدائما تحس إن كل يوم عن يوم قاعد يزيد عندك وكل يوم تقول يعني قطر قاعد يصير مثل ما تقول خلنا التحفة الفنية تزين وتزين ما شاء الله يعني كلها توفيق رب العالمين واجتمعوا الناس كلهم على في قطر الحين مثل ما أنت شايف وزادوا جمالية كذلك في الدوحة والمنشآت اللي قاعدة تصير الفعاليات اللي قاعدة تقام القطع الفنية مثل ما تقول أنت اللي قاعدة الحين موجودة في دولة قطر منتشرة كذلك جداريات المباني كل شيء قاعد يعني إحنا بشكل عام بعد كذلك نقول إحنا نبي نشوفها نبي نزور قطر إحنا كقطريين نبي نجي نشوف الأماكن مرة ثانية نأخذ وقتنا فيها نعيد اكتشافها لأن سبحان الله وما شاء الله صارت أشياء كثيرة صارت أشياء جميلة يعني لو انت مش قطري كنت تقول ابي اجي قطر يعني نقول احنا كذا مع الشباب يعني خلابه واسره يعني قطر لما تشوفها تاثرك تحس بالانجذاب لكل الاتراكشنز الموجوده الفعاليات كل منطقه لها طقوسها واجواءها ويعني اللي يشوف المناطق بالتلفزيون ما يتخيل ان قطر صغيره يعني لان كل مكان له هويه ولا براند مختلف تماما عن الأقفات. التنقل يخليك تتنقل في جولة تنبهر فيها عينك وتعيش أجواء مختلفة. الجميل في الموضوع أن كل شيء قاعد يصير بجودة عالية والدوحة دوحة الجميع مثل ما متعرف على كعبة المضيوم قطر فيها يعني متقبلة للجميع. فشفنا اليوم احنا في كأس العالم شفنا كل الجنسيات موجودة كل الناس فرحانين ومنبهرين. انت لما تفتح شبكة التواصل الاجتماعي تشوف مستغربين ومبهرين على مثلا جودة الشغلات فشيء جميل شيء جميل. زين اليوم في هذا المونديال يعني الرسام والفنان التشكيلي احمد المعاضيد له حضور في معرض مشارك فيه، هل لك مشاركة في كأس العالم؟ طبعا لابد ان تعرف انت المشاركة لازم يعني من زمان كانت الفكرة موجودة انك انت تقدم وتقيم حاجة في كأس العالم حاجة شخصية اللي هي معرض. فعندنا اللي هو في AM Gallery في الفاندوم مول أقمت معرض هدف وهذا المعرض جميل الاسم اي هدف فلأن الهدف هو أول شيء خلنا نتكلم عن الاسم هو أول شيء هو هي النقطة الثانية اللي الواحد كل ينتظرها فالمشجع ينتظر الهدف ويلعبون كلهم عشان الهدف صحيح. والهدف كلمة عامة تشمل جميع الشغلات حتى الحياتية بشكل عام. أكثر من 45 عمل فني موجود في المعرض بيكون لحد تاريخ 15 يناير وشهر 1 2023. حياكم لازم تزورونا الساعة المباركة طبيعي لازم نزورك ونبي مسموح التصوير داخل أكيد أكيد راح أنا صورت عنكم كل شيء حطيته الله يحفظك. أولا شنو سر ارتباطك بباريس؟ دائما اشوفك موجود بباريس. يمكن الناس كثير تعتقد ان لي ارتباط معين في باريس فقط لكن ارتباطي انا في كل مكان جميل ما في شيء محدد يعني صراحه لكن باريس جميله مثل كل الدول لكن كنت هناك فتره الماضيه لان كان عندي قمت معرض
المعرض هذا كان قمت في 2022 و2021 كانت لي معارض هناك. الأول كان في فندق الفوكيت، والثاني كان في 2022 كان في اليونسكو، يتكلم عن الثقافة العربية بشكل عام والثقافة القطرية بشكل خاص. فقمت فترة يعني مناسبة على أساس أن يقيم هذا المعرض. يعني زين أحمد، تتابع أنت بشكل عام الرياضة قبل المونديال؟ يعني تابع، شوف لي كثير مشاركات في الرياضة والكرة. في كأس آسيا قدمت شخصيات كأس آسيا، وكذلك بعد البراندات الخاصة بالرياضة والنشاط الرياضية. لكن يمكن أنا شوي يعني أنا بعيد عن الرياضة بالتشجيع، ما لك فريق؟ ما أنا أستمتع بالشغلات الجميلة، يعني يمكن أروح الملعب بس استمتع بالأهازيج، بالجمهور، بالمصورين هناك شلون شكلهم قاعد، شلون عقب ما يبلغ الجول شلون انفعالات الناس. ما تحمس كثير، مش متعصب، بس يمكن في النهائيات دائما اذا كانت مثلا قطر تلعب ولا كذا في النهائي لا اكون متحمس، لان يعني بس بالدوري هني المحلي ما عندك فريق تشجعه؟ لا طبعا في الدي ان اي عندنا احنا السد. السد اي سداوي يعني. زين شنو المعرض اللي تطمح انك تتواجد فيه؟ معرض يعني عالمي اذا تبي صدق. شوف ما في شيء محدد، يعني انك تطمح انك تقدم معرض على يعني مكان معين، انك كنت اطمح وحققت الحمد لله، سويت المعرض اللي انا بي. لكن الواحد يعني بشكل عام انا احب انك استمر واقدم شغلات مختلفه بحيث انك تنقل الصوره العربيه والقطريه للعالم. ف ما في شيء محدد انه مثلا لازم اسوي كذا، لكن بس انه مثلا اطمح انه مثلا اعرض مثلا في كنت افكر كثير ان اعرض في اوروبا وامريكا وغيره، لكن بعد تجربتي لي في باريس اتضح لي ان لا، العرض اللي عندك في وطنك العربي افضل من ما يكون برا كثير، يعني المشهد يكون افضل يعني. وان شاء الله النكست كويت ان شاء الله الساعه المباركه، نتشرف دائما والكويت تتشرف بالموهوبين. واحمد المعاضيد جفتد ما شاء الله، وفنان يستحق دائما التواجد، وان شاء الله الساعه المباركه ونستقبلك بمثل ما انتم استقبلتونا واكثر، لانكم تستاهلون يا اهل قطر. طول لي عمرك سلمك. الان في استاد المدينه التعليميه تواجد زميل تعابي. تعابي عليك انت خصيصا يا مايك والدكتور ابو كميل ضيفكم العزيز. حاليا انا متواجد في ملعب المدينه التعليميه، بعطيكم معلومات سريعه عن الملعب. الملعب شكله مستوحى من الالماس، وطاقته الاستيعابيه تاخذ تقريبا 40,000 مشجع. وبعد كاس العالم سيتم ازاله 20,000 من المقاعد والتبرع لها للدول الناميه لانشاء مرافقهم الرياضيه. اليوم انا لاحظت طبعا مثل ما تشوفون وراي الجمهور كله قاعد يدش الملعب، خلاص باقي نص ساعه، ولاحظت شغله انترستنج يعني مثيره للاهتمام، ان اليوم مو بس جمهور الاورجواي موجود، وايد لاتينيين من امريكا الجنوبيه والمكسيك كذلك يعني حاضرين. وسوينا وياهم تقرير سريع، سالتهم اغلبهم انتم ليش حاضرين اليوم، فواحد منهم قال احنا اللاتينيين يعني اكثر من مجرد لغه، احنا اسلوب حياه. وعندي معلومه حلوه عن الاورجواي كدوله. الاورجواي عدد سكانها 3.5 ملايين تقريبا، قريب من عدد سكان دولة الكويت. لكن المثير للاهتمام ان مساحة الدولة 10 أضعاف الكويت. انا هذه المعلومة لما شفتها انصدمت صراحة، والجمهور كله متواجد، وانا اتمنى صراحة اليوم فوز كوريا الجنوبية وتستمر السطوة الاسيوية على البطولة، مع اني انا مدريدي يعني، وانا جاي عشان فالفيردي انا، واتمنى. ومعروفين منتخب الاورجواي يعني هم عندهم لقبين كاس عالم، وكذلك هم فيهم الروح هذه، مع أن دولة صغيرة عدد سكانها قليل، لكن دائما بكرة القدم يطلعون لنا نجوم متميزين. عندهم الروح هذه مالت الأوروغواي، أنا ما أدري من وين يجيبونها بس موجودة. وإن شاء الله تكون مباراة جميلة، وأنا متأكد أن يعني الجمهور اللاتيني راح يبدع. الجمهور اللاتيني وأعتقد معنا مشجع، خليك معنا مايك تفضل. يس English. Okay, so how do you feel about the game today? I feel very excited because I really want to see Uruguay. I'm a very big fan of Luis Suarez. Okay, so you are from Mexico. Why are you here to support Uruguay? Because
they are Latin too, so I want to be in other Latin games. Okay, thank you very much. طبعا المشجع العزيز قال لنا انه سالته نفس السؤال، قلت له انت مكسيكي ليش تشجع الاورجواي؟ رد علي وقال لي لان احنا كلنا لاتينيين ولازم نشجع بعض، وقال انه هو جدا متحمس للمباراه ولاعبه المفضل لويس سواريز، علما ان لويس سواريز موجود وكافاني بعد، يعني هاللاعبين ما شاء الله للحين موجودين بالمنتخب، اعمارهم اولموست قريبه لل 40 لكن ما زالوا مستمرين. ولحظه اعتقد عندنا مشجع بعد، خليك معي على الهواء يا مايك. Yeah. Here you go. English. Yes. So how do you feel about the game today? It's very difficult for the Uruguay because Korea is very fast, and I don't know, but Uruguay needed to attack for the forward. Luis Suarez is excellent forward, and I think it's a good real game. Okay, I see you are Mexican. Tell me, why are you here to support Uruguay? For Mexico, yeah. Or no, for you, yeah. For me, Uruguay is really good team, but only in South America, it's a third or fourth good team in the continent. Okay, thank you. How do you feel about the game today? I'm very excited. We are here to support our Latin American brothers as Uruguay, and but of course Mexico is our first team. Who do you think is going to win today? What's the result? Maybe 3-1 Uruguay. Thank you. طبعا مثل ما شفتوا جماهير المكسيك قالوا ان نفس الفكره يشجعون الاورجواي لانهم لاتينيين. انا حاب هذه الاخوه اللي عندهم. وعوده لك يا للاستوديو يا مايك، وشوفكم على خير. شكرا من استاد المدينه التعليميه ومباراه الاورجواي وكوريا الجنوبيه الزميل شعابي يساند منتخبات آسيا، ونحن نساند هذه البطولة ونسعى إن شاء الله لكمالها وأن تكون بطولة ناجحة وأن تكون بطولة تاريخية. برجع يعني بعد البريك الجاي مع أخوي أحمد المعاضيد الرسام والفنان التشكيلي، وبنسولف عن أمر كيف لفنان أن يعني يوحد شعب كامل بلوحة. الجواب بعد الفاصل. عودة لكم مجددا، ونستأنف حديثنا في برنامج الديوانية ونستكمل حوارنا مع الرسام والفنان التشكيلي أحمد المعاضيد. أحمد حياك الله في إذاعة وتلفزيون المارينا، سعيدين بتواجدك معنا. الله يحفظك. لوحة جميلة رسمت فيها صورة لسمو الأمير تميم، وهذه اللوحة فجأة صارت ترند في أنا أتكلم، هي كانت في قطر، إحنا درينا عنها في الكويت والكل كان يسولف عنها، وإن فنان قطري شاب هو اللي رسم هذه اللوحة. شلون جت الفكرة وشنو تفاصيل رسمها وليش رسمتها بالأبيض والأسود فقط؟ تمام. أول شيء هذا شرف كبير يعني وفخر أن أنت تكون ترسم صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني. هذا شعور لا يوصف صراحة، أن أنت انتشرت اللوحة هذه اللي أنت قدمتها. ليش سبب انتشارها؟ لأن هي رسمت أول شيء بحب لقائدنا، فكانت هي تعبير للناس، فالتعبير هذا لقوا من خلال صورة بسيطة تعبر عن ما في داخلهم، وحدت الناس. وحدت الناس وأصبحت هناك ثورة فنية من خلال هذا العمل. صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد كل يحبه، ف اختي في الألوان في الرسم أحب البساطة، فتكون دائما بسيطة. فسبحان الله التوفيق جاء من رب العالمين، يعني أنت ما كنت ناوي أن تلاقي هذا الصدى كله، لكن سبحان الله الله يعلم ما في نواياكم، لأنها كان العمل تم إقامته ورسمه بحب، بدافع هذا الحب والوفاء، فلما تقدم حاجة بنية صافية صادقة سبحان الله تلاقي على النجاح. إش كثر صورة تميم المجد إش كثر خذت منك وقت؟
ما ادري بالضبط يعني، لان هي اخذت مشاعر اقدر اقول لك. وهل عرضت الفكره على احد قبل لا ترسمها؟ لا طبعا بطبيعتي انا اشارك اعمالي من خلال الانستغرام ولا فيوم جات يعني انا بغيتها يعني بنشرها نشرتها عادي يعني مثل الرسومات الثانيه، فافتخر في ان انشرها هذه. هذه الصوره اي، فكنت انا افتخر اني انا ارسمها يعني بنشرها، فاعبر عن حبي لصاحب السمو، فنشرتها ولقيت عند الناس كلها، فصارت بروفايلات الناس صارت في كل مكان. نعم ولاقت صدى غير مسبوق صراحه. وهني هذا شرفني صاحب السمو الشيخ تميم لحضور معرضي. كان هذا المعرض مهم بالنسبة لي وتشرفت بزيارته الكريمة. نعم، وهذا المعرض اللي كانت فيه نفس الصورة ولا هذا معرض آخر؟ لا هذا معرض آخر بس كانت موجودة نسخة منها، أنا عندي نسخة مطبوعة، هي نسخة واحدة الأصلية موجودة الحين في المتحف الوطني ما شاء الله، وجزء صار أصبح جزء من التاريخ، فافتخر ان اكون جزء من التاريخ وتكون الصوره موجوده. احمد لما سويت سيرش انا شفت اكثر من تاريخ لتاريخ نشر الصوره. هل يعني نبي نثبت المعلومه متى احمد المعاضيد نشر هذه الصوره؟ في تاريخ 5/6 باي سنه؟ 2017 5/6. طيب في كلام ايضا وانا قاعد اقرا ان هذه اللوحه عرض عليك ان يتم شرائها ب ملايين ومبلغ كبير، لكن هي المشاعر ما تنباع. لكن انت رفضت. اي المشاعر هي ما تنباع، هي زي سؤال فضول يعني بحكم اني مذيع، كم من عرض عليك المبلغ؟ هي هو مو سالفة كم من عرض عليك قد ما هو انت الناس حبت الفكرة، الناس تبي تختبي اللوحة، هي الناس كثير من الناس كانت تبي هذا العمل، يفتخرون بصاحب السمو. فأنا جيت الله يسلمك، لا كانت مكانها الأساسي تكون اللي عند صاحب السمو، وأن أنا أقدمها بحيث لأنها هي ما لها ثمن، هي برايسلس. العمل الفني دائما لما تقيمه تقيمه بمشاعر، بمبدأ، بأساس معين، عرفشون لو كانت للبيع وكانت كذا كما كانت هي والوطنية لا يتاجر فيها بالضبط. يعني أنت شوف هي رسمت بحب ولحب الأمير، فهي كانت كلمسة وفاة لصاحب السمو، فحاليا يعني هي في مكانها الأساسي في المتحف الوطني. نعم عساك على القوة. الله يسلمك. وهل هذه هي يعني أقرب لوحة لك؟ كل اللوحات قريبة مني، لكن كل واحدة لها أثر معين ولها خصوصية معينة، لأن أنت دائما كلهم تبذل في وقت فيهم، تعطيهم من عندك، تعطيهم من الفكرة نفسها. في لوحات تزعجك، في لوحات تكون مثلا انت لا مرتاح لما تشوفها. يعني هذه اللوحة موجودة حتى في معارضي، انا عندي عرض نسخة منها، يعني انا اللوحة ما اكررها لكن هذه مطبوعة عرضها حتى الناس تشوفها. يعني كذلك في ناس يقلدون احمد المعاضيد، شيء جميل لما اشوفهم يقلدون، لان انت بتعتبر انك تأثرت وناس تقتدي فيك. ان انا يوم من الايام كنت انا اقلد، كنت ارسم اشوف اساس اتعلم، فلما اشوف ناس تقلد شيء جميل، هذا الاثر قام يوصل. شنو الصعوبه اللي يواجهها الرسام والفنان التشكيلي لما يرسم؟ الفنان التشكيلي ما ادري، الرسام ما ادري، لكن انا بقول لك صعوبتي احيانا اشوف هي المبدا، انت الفكره كيف بتقدر تعطي الفكره حقها. انت يعني شوف انت بسوي شيء بسيط في نفس الوقت معقد، في نفس الوقت ما شفته في مكان ثاني وكرياتيف، شلون بتطلع الفكره؟ فصعوبه الفكره انك تطلعها هي الاساس. انا مبدئي اكثر شيء على الفكره. في احد عرض عليك افكار وانت اقتنعت فيها او رفضتها؟ طبعا كثير من الاصدقاء وكذا يعطوني افكار يشرحون كذا، لكن تعرف الشخصيه العنيده شوي تحب ان تكون عندها افكار. وجهك سمح احمد، مو مال عناد. معليش. لكن الله يسلمك، شوف احيانا الناس تعطيك فكره تكون ممتازه، بالعكس تساعدك على على التطوير. انا بتقبل الافكار، لكن احيانا لا، ان انا بطلع شيء افضل او شيء كذا، واستشير يعني. طبعا في لوحات. من اللي تستشيرهم؟ عندي الله يسلمك الوالده الله يعطيها الصحه وطول العمر، الله يعطيها الصحه والعافيه،
الأصدقاء المغربين، لأن أنت العموم ما تطلعها في البداية تسأل الناس كذا إلا إذا كان عمل عادي، أساس إنه بعد الفكرة ما تنباق بسرعة، تبين تعرضها أو إنها تروح، لأن الحين فكرة جديدة يعني. ففي الأخوان وكذا فيعطونك استشارات، يعني تكون أنا أكون مقتنع بشيء وهم يشوفون شيء ثاني، إن أنا عيني مرة تكون مشبعة بالعمل نفسه ما أشوف الزاوية الثانية. أكثر عمل يعني طولت فيه إيش كثر استغرق وقت؟ والله وايد ما أدري، بس في أعمال كثيرة تكون تطول فيها. تسويها بشكل يعني مستمر ولا منقطع؟ شوف أنا أعطيك البروسس، أحيانا لا أنا دائما أحاول أن أخليها في شكل مستمر بحيث أساس أن الفكرة مترابطة تربط الفكرة تخلصها. هي المرحلة الأولى اللي هي السكتش والأفكار هي اللي تاخذ وقت كثير بالنسبه لي، يعني شلون بعدين بتسوي عشان الفكره الواحده تطلع منها 20 فكره ومن بعدها ما تسوي ولا واحده فيهم وتروح على فكره جديده، فانت استهلكت فتره طويله على البرين ستورمينج وهالشغلات كلها. بعدها لما تنفيذ اللوحه تاخذ وقت على حسب اذا كان شنو التفاصيل. اطول لوحه ايش كثر تمت وياك؟ شوف في لوحه الحين ما خلصت صار سنين إيه، يعني بديت فيها وما خلصتها، يعني ناوي أخلصها بس متى ما أدري. ليش ما تستكملها زين؟ ما تحوشك هذه اللي أبي أخلص؟ في شغلات ثانية بكملها مثلاً أهم منها مثلاً، أو مثلاً أبي أعطيها وقت هذه أبي أرجع. شنو هذا اللي ما شوقتني أبي أعرف اللي ما انتهيت منها؟ والله هم يمكن حوالي 8 لوحات تقريباً. يعني عطنا نبي نعرف شيء منهم. شوف. لا خلها ما يصير نطلعها الحين نتكلم عنها ما طلع لكن بعدين لا ان شاء الله تطلع قريب، يعني مو بقريب بعد الحين ما نويت. لكن شوف هي الفكره انت تقدر تخلصها في اسبوع، تقدر تخلصها في يومين على حسب انت شو تستخدم المواد وشنو التفاصيل وشنو الفتره الزمنيه تمشي فيها. وحسب المزاج، بعد مزاج يلعب دور كبير. اي طبعا طبعا. واحيانا لا انت تبي تخليها اساس انت ما تستعجل عليها، تضيف عليها. افضل حاله ترسم فيها لما تكون رايق معصب؟ لا رايق يعني شوفي ما في حاله معينه، لكن انت لازم تكون مرتاح مخلص امورك ما حد يزعجك وتشتغل. وتفضل ترسم بالليل ولا بالنهار؟ ما في وقت محدد، عادي اشتغل الصبح اقوم الصبح مثل ما اروح مثلا الدوام معين انت اسير المزاج. لا يعني اقوم الصبح مخطط مثلا ان اليوم برسم، خلاص اقوم من الصبح اشرب قهوتي كذا خلاص ما اسوي شيء ثاني غير اني اروح اني ارسم اخلص اللوحه، يعني اعاملها معامله احترافيه. احمد وين وظيفتك مرتبطه بالموهبه؟ وظيفتي مرتبطه بالموهبه يعني في وزاره الثقافه. ما شاء الله في وزاره الثقافه. تحياتنا لكل شباب وزاره الثقافه هنا في قطر. احمد المعاضيد رسام وفنان، شفتوا لوحاته اذا تابعتوا حساباته في السوشيال ميديا يعرض، اذا انتم من زوار معارضه تشوفون لوحاته، لكن ما شفتوا قدام كاميرته هذه وهو مذيع بيطلعنا بريك. تفضل احمد، المارينا كلها الحين عندك. لا هذه كاميرتك. هذه الكاميرا. ايه نروح عند من ولا ناخذ بريك؟ ناخذ بريك. ناخذ بريك ونسمع في اغنيه جديده نزلت. حلو. اسمها تهيئة. تهيئة. اي حلوه هذه طلعت جديده. هذه حمود الخضر. الخضر جميله. جدا. تمون على حمود. انا ايه والله ما قابلته مره، سلمت عليه مره. احب الانسان هذا شخصيا، يعني انسان حبيب محترم وخلوق جدا ومبدع. مبدع 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 يعني صراحه. تحياتنا لكم. إن شاء الله. بعد شوي ان شاء الله اذا نزلت في السيستم اغنيه تهيئة للفنان حمود الخضر راح نسمعها معاكم، لكن الان راح نوقف فاصل ونعود معكم للختام مع أخوي الفنان الرسام أحمد المعاضيد. عودة لكم من جديد ونستكمل دوانيتنا اليوم مع ضيفنا الفنان والرسام أحمد المعاضيد. لكن قبل لا نروح إلى أحمد وفي فقرة الختام، أخيرا بلاك أوت ويكند مع أبليكيشن تمنى. اللي ما نزل هذا الابليكيشن وعايزان انه ياخذ رويلاته ويروح الى المولات، لا نزل الاب اسمه تمنى، خصومات كبيره توصل الى 70%، شيء ما يتطوف. لا تضيع وقتك وانت تفرفض بالمولات، خاصه اصحاب الوقت الثمين اللي منشغلين بامور اهم من التسوق لكن يحتاجون انهم يتسوقون. استانس بهالجو الحلو، ريلك ريل على ريل قاعد بالبيت بالديوانيه بحديقتكم بالشاليه
بالياخور بالبر اي البر بدأنا الحين التخييم من اول 11 اطلب عباله في خلل جيمس لا فروم مي اطلب احسن الاسعار من ابلكيشن تمنى شنو تبي تشتري تقدر تشتري بالتخفيضات اللي موجودة بلاك فرايدي بالكويت بلاك اوت تمنى تخفيضات ما راح تلاقيها بأي مكان غير بتطبيق تمنى توصيل سريع بدون زحمة ولا نطرة بأسعار أحسن من المول كل اللي تتمناه راح تلقاه أكثر من 300 ماركة وبراند للنساء والرجال والأطفال والبيت من اكسسوارات كثيرة مثل موجي ويليام سونوما نيو بالانس هارفي نيكلز وغيره من الماركات إذا طلبت بثلاثين دينار أو أكثر راح يكون لك فرصة للفوز بتذكرة لحضور كأس العالم النهائي في قطر في استاد لوسيل يشيل 80,000 متفرج قد يكون شخص من اللي نزلوا أبليكيشن تمنى له فرصة في الحضور إلى هذا الحدث أخبار تمنى تقدرون تسمعونها أو تشوفونها في الإنستغرام الخاص فيهم شوب دوت تمنى هذا المنشن مالهم في الانستغرام بالمناسبة أحمد المعاضيد في السوشيال ميديا أنت وين تتواجد؟ أنا أكثر شيء في الانستغرام انستغرام الهوى أنا تشوفه من كلهم نفس الشيء لكن الانستغرام هو البروفيشنال عرفت؟ في الصورة والصوت والفيديو الكتاب لما يكتبون مقالات ما تعجبهم شو يسوون؟ شقونها ويقطونها احنا في الاذاعه لما نسجل يعني حلقه ما عجبتنا نلغيها ديليت اي ديليت احمد المعاضيد حلو عنده رسمه رسمها وبعدين ما عجبتها كثير وتخلص منها في اشياء اي طبعا ليش زين لانه مش مناسبه بالنسبه لي مش انا ما تبيها تكون في الارث لا مش عشان ما بيها لنا تكون اشوفها فتقول لا مش انا يعني كانت عندي لوحه خيل زين الشباب شافوها عندي في الاستديو قالوا حلوه وكذا وكبيره ما عجبتني هذا كنت مصور اللوحه على الانستغرام في ستوري وكذا ان البروسس بعدها فجاه غيرتها كلها رسمت فوقها وتغيرت اللوحه من لوحه الى لوحه وسميت اللوحه حاله ضروري حاله. الله جميله ضروري الفنان يكون ينتمي الى مدرسه في الفن في الرسم ولا هو يأسس لنفسه براند خاص فيه أو لاين خاص فيه هو ضروري إنه يكون عنده خط معين ويختار الطريقة اللي يبيها يعني أنا يسألوني مثلاً أنت شنو مدرستك أو غيرها أقول لهم أنا مدرستي فلأن ما أحب إني أنتمي لمكان يعني حاجة تحددني على مثلاً إطار معين تحد من الإبداع هذا الإطار يحد من الإبداع يحد طبعاً لأن تقول لازم أسوي كذا لازم أسوي كذا في الرسم هو مش لازم ومش لازم تكمل لوح ومش لازم أنت أدوات معينة أي شيء تقدمه يستوي إبداع يعني زين الرسم يعني أنت بالنسبة لك هواية شغف ولا مصدر رزق ولا شوف هي ابتدت هواية من يوم صغير يعني نعم لحد ما صارت احتراف في 2009 صارت احتراف وأسست شركتي الخاصة في مجال الإبداعي شو اسمها شركتي؟ نوشن ميديا فكنت كنا نسوي البراندات معك شركة ولا بروحك؟ لا لحالي فكنت نسوي البراندات تعرف البراندينج انت يحتاج له رؤية يحتاج له ذوق فيجن وشخصيات الانيميشن سويت مسلسلات كرتون انتجتها يعني مجال احترافي كبير ولحد الان صار احترافي يعني لوحاتي تعرض وكذا وموجود للبيع وفي تعاونات تجاريه تكون كذلك مع براندات مختلفه فيعني الكاريكاتير شنو علاقتك فيه؟ والله احبه انا كنت ارسم في الجريده كاريكاتير فتره طويله وكان حلم ان اسوي مسلسل كرتون وسويت فيلم مسلسل انا يعني بما ان احنا اضطرينا الجريده دائما الكتاب يعني في بعضهم ثورجية يتمردون على النص وعلى قولتهم يطلعون خارج النص صحيح. شنو الفنان شلون يتمرد في فنه شوف هي طريقة الطرح تكون كيف طريقة طرحك للفكرة نفسها يعني أنا الحين اليوم نشوف اللوحة في ناس قالت لي أنت تمرت على اللاعب رسمت اللاعب من غير رأس يعني شلون تتخيل أن أنت لاعب من غير رأس لكن وضعت الابتسامة بدل الرأس فكانت هي
يعني انت تمرت على الفكره واللون كله كان لون واحد يعني متدرج، فيها جراءه لما تتجرأ على الفكره نفسها تغامر اكثر. فهذا هو كان المبدا، يعني كان الازرق بدرجات الازرق فيعطيك جسم اللاعب كامل. نعم، في الختام انا سعيد جدا بهذا الحوار، وان كانت الدقائق قليله لكن كانت فيها بالنسبه لي معلومات وافيه واثراء من احمد المعاضيد. احمد، شنو الجديد، شنو اللي بيقدمه احمد المعاضيد قريبا؟ طبعا ان شاء الله المتواجد حاليا المعرض هدف مثل ما تكلمنا فيه. نعم. هو في فاندوم مول في ايم جاليري 6-12 نوفمبر ومستمر لحد 15 يناير 2023. حتى اللي بيجونا قطر عقب كاس العالم حياهم، نتشرف فيهم. المعرض فتح سعادة وزير الثقافة مشكورا وبرعاية مجموعة شاطئ البحر، زيارات خاصة لبعض الجهات المختصة قاعدين ندعوهم بحيث تكون هذه الأنشطة موجودة. نرحب في الجميع وأهلا وسهلا فيكم. الله يحفظك والساعة المباركة، وإحنا نرحب فيك وسعيدين بوجودك معنا. قبل الختام، أحمد المعاضيد وين يحب يقضي وقته في قطر؟ أيوة. أيه. حاليا الفترة الحالية في الوسيل. في الوسيل. الوسيل. أيه. طبعا عندنا تعرف أنت مشيرب حلوة. كتارة عندك المينا. ترى مشيرب أنت تتكلم السفير. أنت أنا سفير مشيرب الحين. أنت سفير الوسيل كيفك؟ أنا الحين في الوسيل. القائم بالأعمال حسين غملوش كاهو قاعد هناك. إحنا نموت بمشيرب. خلاص الحين أيه. مكانكم. أنا جيني أكلمكم. مبارك أبو عينين يقول لي أبو راشد أنت تحب مشيرب أكثر مني، أنا أشتغل فيها. لا والله مكان جميل مشيرب. كل أماكن جميلة صراحة. زين، غير المونديال وين عادة تقضي يومك؟ في الاستوديو الخاص فيني. استوديو وين؟ عندي استوديو خاص فيني، فقاعد دائما أقضي وقتي فيه. أو أنا دائما تطلع أشوف الأماكن الجديدة. أنا شخص أحب الناس، أحب الشراحة، أقدر تعرف حشرة الناس هذه، ترى تعطيك أفكار جديدة، تعطيك إبداع. ولد قطر، قطر مقدرة كل الناس ولامة كل الناس، وانت بعد يعني دائما يعني في كل فترة معين يعني. ومتى باريس؟ باريس خلاص خلصنا، خلصنا ها، خلاص الحين باريس. الحين نشوف النكست، هو تم التقرير فيه يعني الخطة انها تكون في الدول العربية وفي بالكويت. قلت بالكويت اكيد. الساعة المباركة تحدد الوقت ولا لا؟ لا لحد الان ان شاء الله راح نحدد ونشوف ونضبط الموضوع يعني. اول ما يصير إن شاء الله. اول ما توصل الكويت غير البيت لقاء عندنا في اذاعة المرينة باذن الله. ضروري. الله يحفظك. تشرف. احمد المعاضيد واحد من المواهب القطرية اللي وجد لنفسه خط خاص فيه كرسام وفنان تشكيلي. اليوم احنا كنا سعيدين باستضافته ونتمنى له التوفيق، كل التوفيق لكل المبدعين في كل مكان. وانا يعني اوجه ايضا شكري للمواهب اللي انا محاط فيها فريق اذاعه وتلفزيون المارينا، عساكم على القوه والله يعطيكم الصحه والعافيه. هني في الدوحه في قطر او هناك في الكويت، كلنا فريق واحد، كلنا نتعاون لنتكامل. ونتمنى التوفيق ايضا لكل طبعا المنتخبات اللي مشاركه في المونديال، وان نحظى بنسخه تاريخيه لهذا الحدث الابرز هذا العام قطر 2022. كاس العالم كنا معاكم في لقاء لمده 3 ساعات مع مجموعه من الضيوف. كان في الساعه الاولى الفنان القدير علي عبد الستار ضيف اذاعه وتلفزيون المارينا، واليوم ايضا في الختام كان معاي اخوي الرسام والفنان التشكيلي احمد المعاضيد. واذكر بان طبعا مباراه سويسرا والكاميرون اللي بدت اليوم الساعه 1 في استاد الجنوب انتهت بهدف مقابل لا شيء للسويسريين، وأوروبا غلبت اليوم أفريقيا. الأوروغواي وكوريا الجنوبية الآن تجرى المباراة الساعة 4، راح تبتدي بعد دقائق على استاد المدينة التعليمية. وأيضا البرتغال وغانا اليوم الساعة 7 إن شاء الله على استاد 974. ومباراة السهرة البرازيل وصربيا تمام 10 بتوقيت الدوحة والكويت على استاد لوسيل.
شوفكم على خير ومع السلامة.